كوبايه دقيق، كوبايه من الميه، وعندي معلقه من الزيت، ورشه ملح، وثلاث معالق من السكر، وبيضتين وفانيليا، ونص كوبايه من السكر، وربع كوبايه من القرفه. مفيش اسهل من كده مقادير. احط كده الحل على النار وابدا ان انا اشتغل. عندي كوبايه من الميه، تمام، هعاير كوبايه ميه وهحطها في حل على النار. بصوا المقادير بسيطه وسهله جدا، يعني ما فيهاش اي حاجه. هحط عليهم 3 معالق من السكر، 3 معالق من السكر، وهحط عليهم فانيليا، هحط عليهم ده ايه بالزيت، ماشي، معلقه زيت، هحط معلقه زيت من هنا، معلش، ايه اهي معلقه زيت، يبقى معلقه زيت وثلاث معالق سكر وفانيليا وكوبايه ميه. بصوا قد ايه الحاجات بسيطه خالص اهي، ما فيهاش اي حاجه. وهقلب الكلام ده واسيبه ان هو يغلي، تمام كده. اجيب بس ويسك اهو. يبقى انا حطيت كوبايه ميه عليهم ثلاث معالق من السكر وفانيليا ومعلقه زيت، مفيش ابسط من كده. هسيبه يغلي. مين معانا على التليفون؟ ام عبده، صباح الفل، حاولي تكلمينا تاني يا حبيبتي. بصوا اهو، تمام كده، كوبايه سكر، ثلاث معالق كوبايه ميه، ثلاث معالق سكر، معلقه زيت وفانيليا، خلاص. وعندي البيضتين اهم بالشكل دول كده، بالشكل ده، وكوبايه الدقيق، هما دول اللي فاضلين عندي، تمام. هي دي العجينه اللي انا هشتغل بيها، عباره عن ايه؟ كوبايه الميه اللي على النار وثلاث معالق سكر ومعلقه زيت وعندي الفانيليا، وعندي هنا كوبايه دقيق وبيضتين، حلو كده. طب بالنسبه لنص كوبايه السكر والقرفه، دول هنعمل فيهم ايه؟ دول هجيب بول هنمكسهم مع بعض، هنمكسهم مع بعض، هيبقوا شكلهم كده. انا مش عايزه امكس تاني، حرام، عشان ايه؟ ما نستهلكش تاني، يعني عندنا سكر وقرفه مخلوطين على بعض، فدول سكر وقرفه مخلوطين على بعض، تمام. السكر نص ده، يعني ضعف كميه القرفه، مثلا لو عندي نص كوبايه هيبقى القرفه عندي ربع كوبايه، وهكذا، تمام. مش محتاجين اكتر من كده. دي كده ايه؟ القرفه على السكر مخلوطين من غير اي اضافات، دي سكر على قرفه، تمام. حطهم كده في طبق، عشان بعد ما بقلي بحط الحاجات اللي انا هطلعها من الزيت، او الشورز اللي انا هطلعه من الزيت، هحطه على طول على السكر والقرفه. بصوا اول ما الميه تغلي، مش عايزه اسيبها كتير تغلي عشان ما تتبخرش معايا وتبقى الكميه بتاعتها مختلفه، هبدا ان انا احط عليها ايه؟ كوبايه الدقيق. اول ما احط كوبايه الدقيق هفضل اقلب. طبعا فكرتكم بايه دي؟ فكرتكم بعجينه الشو، فكرتكم بلح الشام والكلام ده اهو. هبدا كده ايه؟ اقلب لحد ما يبقاش فيه دقيق باين خالص، تبقى العجينه كلها عندي شفافه ومتماسكه كده مع بعض، ما يبقاش فيها اي قطع دقيق باين عندي اهو بالشكل ده. اتاكد ان انا بدخل، بصوا الدقيق كده كله جوه السوائل اللي عندي، لحد ما تبقى العجينه شفافه ما فيهاش اي نقط دقيق خالص. ساره، صباح الفل. صباح الورد. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، والله بخير، كله زي الفل، كله جميل. تسلمي ايديكي على الاكلات الحلوه اللي انت بتعمليها. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. اللي هي عندي طلب. اتفضلي. ايه، انا كنت طالبه الكوسه يا سيف، وكنت عايزه اعملها واستنيتك تجاوبيني. كوسه ايه؟ كنت عايزه كوسه ايه؟ بشاميل ولا كوسه محشيه؟ لا، اللي هي المطبوخه. حاضر. دي حاضر، عينيا، حاضر والله، هجاوبك عليها النهارده عشان عايزه اعملها. حاضر، عينيا حبيبتي، حاضر. ماشي. شكرا يا حبيبتي، تسلمي. بصوا خلاص العجينه عندي بقت متماسكه، بس سخنه مولعه، خلي بالكم. يا هسيبها تبرد في الحله، هسيبها تبرد خالص او في بوله، يا مثلا انا دلوقتي عشان مستعجله هبردها في العجان شويه، تمام. انتوا عادي لو هتعملوا على ايديكم سيبوها تبرد خالص، عشان لما نضيف البيت تبقى يعني تبقى بردت خالص. انا هبردها كده على ايدي على في العجان. انتوا لو ما فيش عجان سيبوها، ادوها بس 10 دقائق كده تهدى، عشان لما تحطوا البيض ما يستويش معاها ويبقى تمام. هبدا ان انا بردها كده في العجان، طلع السخونية.
بص وانا بضرب هبدا ان انا احط البيضتين بيضه بيضه، تمام؟ هضرب واحط البيضتين. انا بفضل اقلب، بصوا شايفين العجينه فاصله شويه عن البيض، لسه عايزه كل ده يختلط مع بعض يبقى متجانس خالص مفيش اي سوائل. بصوا خلاص انا كده بحاول ان انا ما يبقاش عندي اي حاجه فاصله عن العجينه من البيض. ايه صباح الفل، ازيك يا ايه؟ ازيك عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انا بحب حضرتك جدا، الله يخليكي على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي والله، الله يخليكي، تسلمي. بصي انا كنت عايزه اعرف طريقه الفراخ الكريسبي. حاضر، عينيا حبيبتي، هقولها لك. حاضر، عينيا. عايزه حاجه تاني؟ شكرا يا ايه، صباحك زي الفل حبيبتي. معانا ام مي، وانا باخد ام مي كده هبدا ان انا احط ده في كيس حلويات.